أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول بالنسبة لزيارة قبر أبي والدعاء له، فنحن من عادتنا أننا نقوم بزيارة قبره والدعاء له ووضع بعض الأشجار على قبره. كل هذا لا يجوز. أولا، زيارة المرأة للقبور لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. النساء لا تزور القبور. وضع الأشجار على القبور كذلك لا يجوز، لأن هذا وسيلة، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.